هلا رقم اثنين بنتفرج على اللي هي الخطوط الخضراء هذه موقع اللثه لكل سن يعني بالاسنان الاماميه الكبرى او المتوسطه هي اكبر او اعلى من السن الجانبه ترجع للانياب بتعلى مره اخرى الضواحك بعد الانياب بتنزل اللثه يعني رسمه اللثه من شخص لشخص انا بحب لو يرجعونا على يا ريت مخرجنا بس نرجع على الصوره الاولى اذا سمحت يعني هذيك فيك انت تختزل فيها نعم فيك تختزل فيها كل نعم. شيء نعم فاذا بنتفرج على الخطوط الخضر بتمثل لنا رسمه اللثه انه كيف اللثه لازم ما تكون متساويه لكل الاسنان لان نعم. الاسنان بالمنتصف اعلى بترجع تنزل نص ملي بترجع عند الانياب بتعلى واحد ملي بترجع عند الضواحك بتنزل مثلا نص ملي نعم هلا نفس الشيء لطول الاسنان يعني في شيء دارج عند الناس هالايام انه والله دكتور ابرد الاسنان لا خليهم نفس الطول نعم. هذا شيء نعم. جدا مؤذي يعني انا دائما بحكي للستات هاي الاسنان هي اللي بتعمل دعامه للشفه العلويه هلا متى ما انت بردت الاسنان متى ما انت اخذت منها هاي الدعامه وهذا السبورت خف نعم هذا بيؤدي لانسحال الشفه وبعطيك يعني منظر اكبر بالعمر طبعا نعم. فانت يجب انك تركز انه انا ما اخذ اي شيء وما ابرد اي شيء من اسناني هلا السمايل لاين او خط التبسم نعم. هلا لما يضحك المريض كميه اللثه اللي بتظهر للمتلقي او الانسان اللي عم يشاهد هلا دائما بروز اللثه الواضح والكثير غير محبذ واحنا بنسميه الابتسامه اللثويه الجام سمايل نعم. هلا هذه بشكل عام لها العديد من الحلول وبرضه الناس يعني نسبه كبيره من الناس هذا همها الرئيس انه انا منظر الابتسامه اللثويه او بروز اللثه الكبير عند التبسم هلا مثلا من الممكن الان يعني بالليزر او بعمليات التجميل من غير استخدام ابره البنج الناس بتخاف من ابره البنج نعم. انه والله نطول او نقصر من نطول الاسنان او نقصر من اللثه يعني نطول الاسنان على حساب اللثه فهذا بيحل مشكله التبسم اللثوي نعم هلا اطباء الاسنان المدربين عندهم امكانيه استخدام البوتوكس لحل مشاكل التبسم اللثوي ممكن بس تشرح لنا عليها هذه المعلومه قد تكون يعني هلا يعني انت مثلا الناس بتقول لك طبيب اسنان وبوتوكس مش راكبه على بعض ما بتزبط تمام بالضبط هلا بالعكس هو طبيب الاسنان هو اللي درس يعني بديش اعمل مشاكل مع الاطباء البشريين هو درس اكثر من الاطباء البشريين منطقه الوجه نعم بالفعل فهمت عليك حتى الابتسامات تدرس بالطب البشري عن طبيب الاسنان نعم. ابره البوتوكس هي نفس مبدا ابره البنج يعني نفس المكان نفس الـ 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 اذا ما كان ادق الطبيب الاسنان بالضبط فهو يعني بديش امد يعني ان مادح نفسه كذاب بس طبيب الاسنان المدرب يعني ممكن يكون اقدر انه يعطي ابر البوتوكس انه ادرى في العضلات الوجه او المنطقه الفمويه حقيقة الحقائق العلمية دائما نقول لا مجال يعني للمجاملة نعم فسيئة البوتوكس الوحيدة انه هو بحاجة للتكرار يعني مثلا كل 6 أشهر 4 أشهر بحاجة انه يعيد العملية مرة أخرى نعم. هل هذا الشيء ممكن يقوم في المريض مثلا لسنة لسنتين حتى المسلز أو العضلات تتعود على الوضعية الجديدة للشفة نعم فبالتالي تقل الابتسامة اللثوية نعم جميل هلا من العمليات أيضا اللي بيعملها الأطباء هنا عم بنركز على جراحين الوجه والفكين اللي هي عمليات تشكيل الشفة العليا نعم أو شد الشفة العليا نعم احنا بنعرف إنه الإنسان لما يبتسم هو عم بشد عضلات فالجراح فيه إنه والله يشد هذه العضلات اوكي يخلي البني ادم انه لما يبتسم ما يظهر اللثه بشكل كبير نعم. نعم. هذه عمليه بتاخذ نص ساعه في العياده وقد تستعينون ببعض الزملاء طبعا انا قلت لك كل فريق عمل متكامل فيش طبيب ما في طبيب دائما بحكي يحتكر هذا كل شيء ما في جميل. ابدا جميل فهي بالنسبه للابتسامه الشفويه هلا شكل الاسنان ومدى تناسقها مع بعض يعني أنا عندي قاعدة إنه أنا الأسنان اللي بالمنتصف هي الأساس الأسنان القواطع اللي هم القواطع الأمامية نعم هلأ هذه الطبيب الأسنان التجميلي يبدأ عمله بإنه يحدد شكل ومكان القواطع وعلى أساس القواطع هو بيكمل شغله
هذا القواطع لها وظيفة في الشكل هي أول شيء بيلفت نظر الإنسان. العين لا تخطئ حقيقة. بالضبط. أول ابتسامة يعني نشاهد القواطع. يعني يعني زمان كان الناس كل تركيزه بقول لك أنا لما أشوف إنسان أو شخص أول شيء بيلفت انتباهي عيونه. عشان هيك من الأول مثلاً أغلب الشعر والشعر والشعراء العرب والأغاني كلها على موضوع العيون. السود عيونه ولا أبصر شو عيونه لأن كله بالعين. هلأ مع الميديا مع الإعلام حالياً الدراسات تسير يعني تشير إنه إنه الإنسان المتلقي عم ينتبه على الابتسامة والأسنان أكثر من العيون. وأول شيء حيلفت انتباهه بالأسنان هي القواطع الأمامية. طبعا تأييدا لهذا الأمر هناك يعني أبحاث أجريت بألمانيا دكتور يعني على فئة كبيرة من يعني من المجتمع وجدوا أن الصحة الفموية وابتسامة المريض هي أكثر شيء جذاب. صحيح. يختلف عن الهندام الشخص عن طوله عن لون البشرة عن لون العينين حقيقة. صحيح. طيب خلينا نبدأ بس دكتور إذا سمحت لدينا اتصال من الدكتور بشار من محافظة الأنبار. دكتور بشار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام عيني دكتور تفضل. عفوا بس تسلم على الدكتور شامر. هلا بيك. بلا دي احد مشاركين في احد مشاركين في الدبلوم المهني اللي ان شاء الله ننتظر بيته بفارغ الصبر. اهلا وسهلا دكتور بشار. نتمنى حضورك ان شاء الله دكتور ومشوقين للقائك ونسمع شاء محاضراتك ان شاء الله. والله دكتور هذا يعني شرف كبير لنا وبصراحه يعني احنا دائما والله يعني انا بشكر دائما يعني الاخوان والزملاء في بغداد نقابه اطباء الاسنان العراقيه دكتور رافع الجبوري ودكتور ابو بكر الراوي يعني جهود جباره كانت جباره فعلا بمعنى الكلمه للرقي بمهنة طب الأسنان في العراق. نعم طبعا دكتور بشار هو حقيقة أثار موضوع كنا أردنا أن نتحدث عنه حقيقة وهو موضوع الدبلوم المهني لتجميل الأسنان. طبعا شاكر لك دكتور بشار لاتصالك والمشاركة. طبعا الدكتور ثامر حيكون أحد المحاضرين في هذا الدبلوم المهني وعلى ما أعتقد هو الأول من نوعه بالعراق ويعني كنت على اتصال مع الزملاء ومن ضمنهم مسؤول العلاقات العامة الدكتور بكر أبو بكر زياد حقيقة تكلم أنه هناك جهود مضنية وكبيرة بالتنسيق مع جميع كليات طب الأسنان داخل العراق مع عمداء الكليات حقيقة لإنشاء هذا النوع من الدبلوم والله الأول صراحة من نوع. على هو جهود جبارة يعني هم التقيت في الإخوان تعرفت عليهم في دبلوم زراعة الأسنان اللي هو بدأ في أربيل في شمال العراق. نعم نعم. هذا كان برنامج عالمي يعادل سنة من ماجستير زراعة الأسنان في جامعة يوكلان البريطانية. يس. نعم. كان هذا التعاون صراحة هذا يعني المولود يعني كان عبارة عن جهود يعني جبارة من الدكتور رافع والدكتور أبو بكر وعاونهم الدكتور حسان مغايرة من بريطانيا. نعم. نعم. كان جهد يعني رائع جدا لإقامة أول دبلوم في زراعة الأسنان في العراق أو في شمال العراق. طبعا أنا شخصيا طبعا أريد أن أحيي زميلنا الدكتور رافع الجبوري نقيب أطباء الأسنان في العراق كل حقيقة. حاولنا حقيقة أنه في حلقات ماضية بعثت سلام حقيقة عبر أثير تلفزيون بغداد إلى زميلنا الدكتور رافع وكنت أتمنى أن ألتقي معه حقيقة هنا يعني بعمان لكي نطلع على كثير من الأمور بالنقاط. إن شاء الله حيكون تواصل بإذن الله معه. طيب هذا الدبلوم خاص بأطباء الأسنان حقيقة هم بدوا في يعني جهود جبارة كانت في دبلوم زراعة الأسنان. هذا المشروع الثاني حقيقة. بصراحة نجاح يعني بصراحة في حياتي أو على مدى علمي إنه أشوف أنا دبلوم زراعة أسنان في فوق ال 120 طبيب. يعني هذا إنجاز يذهل ويوريك يعني عطش وحب الطبيب العراقي للعلم. نعم. وبصراحة يعني شيء كان يعني أنا بدي أحكي بصراحة الآن يعني إحنا بنحاضر في كل دول العالم تلقى أنت والله مثلا في المؤتمرات أو كذا بتلقى والله الوفد العراقي هو أكبر وفد. والله يعني والطبيب يعني المحاضر
لما بيكون بعطي المحاضره نص الناس اللي نايم اللي بيحكي هي. نعم. اللي طالع برا يدخن اللي نعم. لا كنا في الدبلوم الزراعه تلقى 120 طبيب فعلا همهم علمي والكل مركز والكل بده متعطش للعلم. هلا الرؤيه والمدى اللي عند الاطباء في نقابه الاسنان حثهم يعملوا شيء فريد من نوعه في الشرق الاوسط اللي هو دبلوم تجميل الاسنان. نعم. نعم. وبصراحه لم يحدث في الشرق الاوسط شيء بهذا الحجم بخصوص زراعه الاسنان او تجميل الاسنان. اسنان نعم. وبهذا العدد ايضا من اطباء الاسنان يعني كان نجاح باهر. عدد محاضرين يعني كلهم محاضرين دوليين يعني من الشرق الاوسط ومن الخارج. هذا الشيء ده حفزهم بزياده انه والله ننقل هاي التجربه يعني ونكسر الحاجز ونكسر العراق على بغداد للعروس يعني فلأول مره ان شاء الله الشهر الجاي في مؤتمر دولي لطب الاسنان التجميلي في بغداد. نعم. حي طبعا هذه الجهود كلها يعني صدقا بيرفع الراس. طيب دكتور فقط اذا انا مخطئ بصححني، هو بالنسبه لحضرتك الموقع الرسمي لك على الانترنت هو dr.th من غير دوت، هم هو dr مباشره بدون دوت thamir. طيب خلينا اعيدها انه الموقع الرسمي للدكتور ثامر ديب هو drthamir.net. طبعا هناك كثير من الحالات اللي ممكن يعني يطلع عليها الساده المشاهدين واسئله ايضا اذا وردتهم عن طريق النت بامكان الاجابه عنها. طبعاً. طيب لدي سؤال حقيقه يعني يعني لكي نرجع الى موضوع شرحنا خلال الدقائق المتبقيه. الان دكتور حددت لنا بعض الضوابط والقواعد التي يجب ان ينظر اليها طبيب الاسنان المختص بتجميل الاسنان. الآن هذه يجب أن نحاكيها بالقشور الخزفية مثلا أو اللامينيت أو الفينيرز يعني بشكل عام. الآن قد تحدث أخطاء، يعني أريد أن أتكلم عن أكثر المساوئ التي تتعلق بالفينيرز، ما هي برأيكم وكيف يتم علاجها؟ لأنه إحنا نتكلم عن مشاكل وحلول. أنا بعطي نصيحة للمرضى على العلاج التجميلي هو علاج تحفظي. هلا في تطور العلم مكن طبيب الاسنان الان انه يعمل القشور التجميليه او الفينيرز من غير ما يبرد الاسنان. اوكي. هلا بعض الحالات تحتاج من الطبيب انه يقوم بازاله ربع ملي لنص ملي من سطح السن الخارجي. تمام. هلا يجب ان ينتبه المريض انه العمليه التجميليه يجب ان ما تؤذي الاسنان. كل ما الطبيب برد من الاسنان اكثر أخذ من السن أكثر هو آذى الأسنان. فهاي هي القاعدة الذهبية إنه أنا علاج التجميلي هو علاج تحفظي يعني لا يؤذي الأسنان. يعني أنا إذا الدكتور قال لي والله بدي أبرد واحد ملي من الأسنان شفت أسناني صغروا هذا لا رجع فيه يعني اللي بروح ما بيرجع. نعم. فدائما التركيز على إنه أي علاج تجميلي بدي أعمله الدقة والتحري على الطبيب المؤهل وإنه عدم برد الاسنان. عدم ما عدا بعض الحالات قلت لك تستوجب ربع ملي نص ملي تقريبا. يعني انا حسب معلوماتي دكتور حضرتك من الاطباء الذي يعني يتعاملون مع يعني نقول يعني اعلاميين سوبر ستارز يعني ناس تحب الظهور كثيرا على التلفاز او التلفزيون، المشكله قد يختلف انطباعهم حقيقه عن كيفيه يعني الاسنان التي يجب ان تظهر لاحقا، يعني قد تواجه مشكله اصلا يعني في كيفيه ارضائهم، كيف التعامل مع هذه الطبقه؟ هلا يعني الطبيب بشكل عام عنده الان الوسائل انه ممكن يتفق مع المريض او يوريه شكل الاسنان المستقبلي قبل ما يبدا بالحاله. وكيف ذلك دكتور؟ يعني هلا في عن طريق الكمبيوتر عن طريق الموديلات السنيه هلا في عندنا مواد ممكن الطبيب يشكل ابتسامه في العياده. هذه كلها بتسهل على المريض وعلى الطبيب يعني التواصل بينهم بين بعض. بس بشكل عام انا بعطي يعني دائما للمرضى بحب احكي لهم انه لما تيجي العياده لا ترضى بشيء انت مش عاجبك. يعني كل شيء هو ريفرسبل يعني ممكن اعادته. نعم. يعني الطبيب جايب القشور الخزفيه حتى لازم يورجيها المريض قبل ما يلزقها مثلا. نعم. فهو وراها للمريض بروفا المريض ما عجبه ما يرضى.
فكتير تغير هذه بالضبط يعني كثيرنا بس اذا تلزقت مشكله. وكثير من الناس يعني بيجي يكون دافع الالوفات ومغير الابتسامه واذي اسنانه وبيجي عند طبيب اخر والله ما عجبني، طب ليش خليته من اول؟ بالضبط يعني فهمت علي كيف؟ فلا كل شيء يعني هي تعاون بين الطبيب وبين المريض، والسوبر ستارز والنجوم وهالامور هو بالاخر هو انسان، هو مريض يعني مثل بقيه العالم. قد تؤيدني مساله يعني ان يكون دقيق كثيرا يعني بهذا الموضوع؟ طبعا طبعا، هذا اللي بحط عليك مسؤوليه اكبر اكبر. وبنعرف دائما مثلا الاطباء بشكل عام مثلا بيحبش يشتغل لاقاربه. نعم بالفعل. يعني بخلي اقاربي هلا ما يجوا لانه يخاف من الاحراجات كثيرا. نعم. لانه بيكون عليه ستريس زياده. نفس الشيء لما يجيك واحد مشهور يكون عليك يكون حرص اكثر. بالضبط يعني ضغط ضغط زياده. تمام. نعم. يعني حتى بتذكر يعني حادثه مذحكه، كان احد المذيعين المشهورين في الاردن وله برنامج صباحي. فكنا عاملين في العياده علاج عصب ونوجع، انت عارف علاج العصب احيانا بيكون في وجع وراء ال نعم وراء العلاج العصبي امام الاجراء. نعم. فكان خلال البرنامج موجوع، هو جدا مشهور في الاردن، فكل شوي يحكي الله يسامح الدكتور ثامر انه والله موجوع. صدقا يعني بجوز يعني فوق ال 100 اتصال، ليش توجع فضحنا ليس بيدك طبعا. طيب الان اذا تكلمنا شويه يعني يا ريت مخرجنا اذا ممكن يساعدني، سوف نتكلم عن حالات قبل العلاج وما بعد العلاج. يا ريت اذا ممكن مخرجنا احسان نطلع هذه الصور اذا امكن. مثلا هذه الحاله اللي بيثبتوا عليها مثلا يعني عديد من الناس عندهم مشكله الفراغات بين الاسنان. هلا هذه باللوح يعني بالصوره الصفريه ليه بالصوره بالضبط. نعم. هلا الفراغات بين الاسنان دائما الحل كان دائما هو التقويم. مشكله الناس غالبا بالوقت، نقول له حتى ثلاثة اشهر ما بيرضى انه والله، وست اشهر